سينضم إلينا الآن أيضا على الهواء مباشرة عبر الهاتف السيد زهير حمدي الأمين العام للطيار الشعبي في تونس. سيد زهير، منذ قليل كنا يعني نقول الخبر الذي خرج عن الطيار الشعبي التونسي والذي يدعو إلى حل البرلمان المجمد. نريد أن نعرف الفوائد أو الأهداف التي بسببها خرجتم بمثل هذا البيان. بطبيعة الحال نحن يعني قمنا من اول من دعم الانتفاضة يعني التي دعا اليها شباب تونس يوم 25 يوليو تموز، وبمقتضى هذا الحراك استجاب رئيس الدولة الى يعني الإرادة الشعبية واعلن عن الاجراءات في نفس اليوم معناها 25 يوليو. اعتبرنا ان هذه الاجراءات التي اتخذها والقرارات التي اتخذها هي معناها مهمه ومن شانها ان تفتح يعني مرحله جديده وتفتح الباب امام وضع سياسي واقتصادي واجتماعي يعني متازم، ولكن قلنا ان هذه الاجراءات غير كافيه وهذه القرارات لابد ان يتم يعني استكمالها بقرارات اخرى من شانها ان توضح يعني خارطه الطريق نحو المستقبل. نعم، خريطة الطريق هي فيها الكثير من النقاط، لكن دعنا بداية نتحدث عن فكرة حل البرلمان. هذا البرلمان هو مجمد بالفعل. نعم. لمدة 30 يوم. نعم، من ضمن هذه النقاط والقرارات التي اتخذت هي تجميد عمل البرلمان، ولكن نحن نعتبر هذا القرار مؤقت، يبقي أن يكون هناك قرار نهائي. الشعب التونسي يعرف جيدا أن هذا البرلمان لا شرعية ولا مشروعية له، أولا أنه بني على التزوير وبني يعني على تزييف الإرادة الشعبية وعلى المال السياسي الفاسد، وأنتج مشهد سياسي بائس يعني فيه مجاميع فاسدة ومجاميع إرهابية وفي كل الأشكال يعني والأنواع التي تسيء إلى الحياة السياسية، وبالتالي فإن استمرار وبقائه هو يعني استمرار للمشكلة الحقيقية.